فيفن دي ستدخل 3 أسابيع من محادثات حصرية مع مجموعة الاتصالات نومري كابل في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبيع وحدة اتصالات SFR ثاني مشغل للاتصالات المحمولة في فرنسا مقابل 11 مليار و700 مليون يورو. وزير الصناعة الفرنسي يبدي شكوكا بالقول. هذا يطرح معضلات لأن نومري كابل بحجمها التجاري البالغ 5 مليارات أصغر بالمقارنة مع SFR وستقترض 10 مليارات لشراء الأخيرة. الوزير الفرنسي أيد عرضا سابقا للاستحواذ من بويك ثالث أكبر مشغل للهاتف المحمول في فرنسا لأن من شأنها أن يقلل عدد اللاعبين في سوق الهاتف النقال الفرنسي إلى 3 من 4 وتهدئة ما أسماها المنافسة الهدامة. بالنسبة لفيفندي فإن بيع SFR يتوج إصلاحا استراتيجيا بدأ في ربيع عام 2012.